اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من حلقات برنامجنا احلى كلام. النهارده قبل ما نبدا الحلقه يؤسفني ان احنا نتقدم لاهالي شبين الكوم والمنوفيه بسبب الحادث الاليم اللي هز مدينه شبين كلها بل المنوفيه كلها والسوشيال ميديا عن وفاه البنتين رنا ورفايده. كامل التعازي لاسره الفقيدتين واحنا هنا من برنامجنا استاذه كوثر بنقول لكم البقاء لله يا جماعه، وان شاء الله تكون بالنسبه لاهالي شبين الكوم اخر الاحوادث ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن المراه المعيله في برنامج احلى كلام، ومعانا اثنين من الضيوف الاجلاء، الاستاذه كوثر امين مساعد المراه بحزب حماه وطن على مستوى محافظه المنوفيه. اهلا بك يا استاذه كوثر، نورتينا يا فندم النهارده. ميرسي. ومعانا الحاج محمد حسنين الشحري مهندس في العمل العام، واهلا بحضرتك يا حاج محمد. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سعادتك طيبه. اهلا بيك يا فندم. احنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في المجتمع، وهي عن المراه المعيله. المراه المعيله المتكفله بالاسره المصريه عموما، سواء كان زوجها مريض وطلب له علاج وعندوش اللي هو المساعدات الصحيه اللي تقدر تخليه يستعين بالاسره ويديرها كويس من حيث النواحي الاقتصاديه، او المراه الارمله او المراه المطلقه وكيفيه الصعوبات اللي بتواجهها من خلال يومها، ولو اولاد عندها طبعا بتبقى متكفله باولادها. فاحنا النهارده بنبدا الحلقه مع الاستاذه كوثر زناتي، وبنقول لك ايه دور حزب حماه وطن يا دكتوره في مع المرأة المعيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو دور الحزب بالنسبة للمرأة المعيلة بناء على توجيهات النائب أحمد بهاء شلبي أمين حزب حماة وطن وتحت إشراف الدكتورة رندا مصطفى، عملنا مبادرة اسمها مبادرة مركز الأمل. تمام. مركز الأمل دوت بالنسبة للمرأة المعيلة قدمنا لها فيه خدمات كتير. أول حاجة علمناها مهنه تستفيد منها بحيث تدخل لها دخل. مهن مختلفه بقى يا استاذ. ايوه. اول حاجه في المركز عملناها الخياطه. تمام. عملنا المركز، الحزب جهزه، ابتدينا نعمل اعلانات عنه، جالنا سيدات كتير جدا تدربوا لمده 6 شهور على الخياطه لحد ما قدرت تعمل جيب، بنطلون، المبادئ بتاعه الخياطه الاولانيه الاساسيات كنا بنديها كورس نظري وكورس عملي. تمام. حتى معالي النائب وفر لنا بصراحه كل مستلزمات الخياطه بحيث ان المراه المعيله تيجي تلاقي كل شيء موجود. فمده 6 شهور اتعلمت، خرجنا سيدات كتير جدا ابتدوا يشتغلوا ويعملوا منتجات. احنا بنعمل معارض على مستوى الجمهوريه بالنسبه للحزب. تمام. كنا بناخد المنتجات ديت في مركز الامل وبنعرضها، وعلى اساسها بيقدر الحزب يوفر من المنتجات ديت للمراه المعيله المبالغ اللي تقدر تعيش بها حياه كريمه. يعني تقدري تقولي كده ان الحزب هنا متكفل بالمشروعات الصغيره بالنسبه للمراه المعيله على مستوى محافظه المنوفيه وخاصه مركز شبين الكوم. ايوه. مظبوط كده؟ يبقى احنا كده بنوفر لهم المهنه زي مهنه الخزنه حضرتك ذكرتي، وبعد كده بنعمل لهم عمليه التسويق. احنا وفرنا لهم وسوقنا لهم. تمام. برضو جينا لما لقينا الكوريشيه ابتدى يبقى ترند والبنات كلها بتطلبه، فقلنا لو عملنا دورة للكروشيه دكتورة رندا مصطفى ابتدت تعمل تنشر المبادرة دي على مستوى الجمهورية. تمام. ابتدينا نعمل منتجات للكروشيه ويبيعوها، برضو دخلت دخل وعائد كبير بالنسبة للمرأة المعنية. تمام تمام. يبقى كده في تكفل اجتماعي خاص بحزب حماة وطن، وده كان ظاهر على ارض الواقع واحنا حضرنا فعلا حاجات زي كده. هرجع لك يا حاج محمد واقول لك دلوقتي بالنسبة للكرة الريفية عندنا في الريف، في الريف عندنا ايه دور اهل الريف مع المراه المعيله او ست اللي بتقول اسره اولاد او زوج مريض او مطلقه او ارمله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. بالنسبه للموضوع ده هو هنقسمه لثلاث مراحل. المرحله الاولى هنقول المراه المعيله اللي هي معاها زوجها اللي زوجها مريض، لا اللي عايشه مع زوجها.
عن برضو اللي هو المريض واللي هو السليم وازاي بيتصرفوا مع بعض. والمرحله الثانيه الست اللي هي ارمله اللي هي توفى عنها زوجها. الست الثالثه اللي هي الحاله الثالثه اللي هي ايه المطلقه. طيب هنيجي للحاله الاولانيه. بالنسبه للحاله الاولانيه طبعا موجوده كتير جدا في الارياف. تمام. بس طبعا للاسف الشديد بيبقى فيها برضو ايه سلبيات كتير. ايه هي السلبيات؟ يعني الست بتطلع وتساعد زوجها في على ان هو على اعباء المعيشه، بس بيبقى فيه برضو ايه حاجات برضو مش مظبوطه. زي ايه؟ يعني انا مثلا ما اطلعش النهارده اجيب مثلا، تطلع الست النهارده ساعه جوزها تجيب مثلا 150 120 جنيه وجوزها مثلا يبدا مثلا يكون بيدخن بيشرب، يبقى هي اللي بتدخله بيروح. لا احنا مش عايزين نتكلم عن سلبيات الرجل. احنا بنتكلم عن الايجابيات العامه للاسره المصريه وللمراه المعيله عموما. سواء ان هو بيدخن او ده، ما فيش راجل في على ارض مصر ما بيدخنش. كلكم ما شاء الله يعني. لا انا المقصود بتاعي فاحنا بنتكلم على اساس ان هي كيفيه ان هي احنا دلوقتي بنتكلم على الرجل المريض وان هو غير متكفل بالاسره وان هو ما يقدرش ان هو يكون مسؤول عن الاسره عشان مرضه. لكن احنا بنتكلم، انت دخلتنا في جزئيه ثانيه خالص اللي هي الرجل سليم والزوجه بتساعده في المصاريف، وده حق عادي يعني. احنا حياتنا الاقتصاديه بقت متدنيه يعني، بقت صعبه جدا، فالمفترض ان الست تساعد والراجل يساعد كل منهم على قدر معين يعني. اتفضل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجالا، يعني الدين قال ايه؟ رجال، ما قالش نساء. احنا مش متخصصين في الدين يا كابتن. انا هقول لك ايه المقصود من الايه. المقصود من الايه ان الراجل قوام والست بتساعد، بس بتساعد في حدود انها مثلا تطلع وتشتغل وتجد، بس تلاقي المقابل اللي هو ان تحس ان هي اللي بتعمله باين على الاسره. انت فاهماني؟ الدخل اللي هي بتدخله يكون له بصمات على الاسره. دي حاجه. دي بالنسبه اللي معاها زوجها. الست اللي هي النقطه دي مش واضحه كويس يعني. هي فكره ان النهارده الزوج هو قوام، طبعا الرجال قوامون على النساء طبعا. لكن انا بتكلم دلوقتي ان هي بتساعد، لازم يكون باين ازاي يعني. ما انا لما بطلع اشتغل عشان ولادي وعشان اتحسن الحياه المعيشيه بتاعتهم، بكون يعني لازم تكون ده ليه مردود نفسي وايجابي من خلالي على ولادي وعلى زوجي وعلى اسرتي. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. انا النهارده مثلا موظف كراجل مثلا دخلي 5000 جنيه، بيت انا والست بتاعتي بندخل 8000 جنيه، بحس ان انا مثلا ايه في بقى انا هي الثلاثه يعني مثلا بدي مثال عايز احس، انا عايز احس بنعمه ربنا عليا، عايز احس ان في ايه تغيير، عايز احس ان في عيشه. تمام. طيب لما نيجي مثلا للزوجه اللي هي زوجه مريض، دي بقى غصب عنها بتطلع بتيجي تشتغل، طبعا بتطلع تشتغل وترجع البيت تعمل شغل البيت، دي بتبقى غصب عنها لان جوزها قاعد وهي عذراه. هنيجي بقى للحاله الثانيه اللي هي الست اللي هي الارمله اللي توفى عنها زوجها. دي طبعا دي كل لها الحق، دي احنا كريف بنقف جنبها يعني واقفه 100% مش 90%. طبعا عندنا دار ايتام بتساعد، عندنا جمعيه تنميه المجتمع، عندنا انا ماسك الغارمين في قريه عرب الرمل، والحمد لله يعني معايا مجموعه ممتازه جدا بتساعد معايا، مثلا بنجهز اولادهم لو محتاجين اي حاجه بنوديها لهم. طبعا ده كل ده انا بتكلم هنا على المساعدات المعيشيه اليوميه قوت اليوم. ان هنا الريف عندنا الريف عندنا يعني انا بلمسه، انا من الريف فانا بلمس فكره ان الاسره دي الست المطلقه او ست الارمله يا دكتور استاذه كوثر، احنا بنعينها او بيعنوني انا كست محتاجه تفاصيل معيشه معينه، ما بحتاجش ان انا ما بيسيبونيش مثلا اتسول الحاجات دي كلها، ولا انت رايك ايه؟ ما هو انا لما بوفر لها عمل انا كده غنيتها عن كل حاجه. ازاي بقى؟ يعني انت دلوقتي كلمينا على انك ست بره حزب حماة وطن، تمام، وانت مش مسؤوله عن مبادرات بتقدمها الحزب للمراه عموما في اي مجالاتها. احنا بنتكلم دلوقتي على انك انت ست طبيعيه اهوت، انت ازاي هتقدري تساعدي المراه المعيله عشان هي تتعفف وكرامتها تبقى مصانه؟ ممكن انا اساعدها برضو زي ما الحزب بيعمل حاجات كده، انا ممكن اساعدها في ايجاد عمل، اساعدها في تسويق حاجه هي بتعملها، اشجعها حتى لو هي مش بتعرف تعمل اي حاجه خالص، ممكن الاكل البيتي الناس كله دلوقتي بقت بتعمله في بيوتها. تمام. ممكن اخليها تعمل الاكل مثلا، وانا مثلا معارفي صحابي قرايبي اجيب لها ناس اساعدها. يبقى كده انا وفرت لها، ساعدتها،
ساعتها ان هي تعيش حياه كريمه. طب ازاي هنوفر لها العامل النفسي هنا انها تحس ان هي زينا زي يعني الناس كلها بصفه واحده يعني بشكل واحد؟ ما هو العامل النفسي بتاع المراه المعيله لما يكون هي قادره على الكسب من عملها وقادره تسد احتياجات بيتها ومش محتاجه لحد، اكيد العامل النفسي بتاعها هيبقى مرتفع. ليه؟ لان كده لما كل ما ارتفع العامل النفسي كل ما هي بقت احسن في تربيه اولادها. طبعا هتخرج لنا جيل سوي. طبعا فالعامل النفسي له عامل كبير بالنسبه للمراه المعيله لما انت توفري لها قوت اليوم. ايوه هي دي النقطه اللي بتكلم فيها بقى. ايوه انت هتوفري لها قوت اليوم يعني بقل حاجه ممكن انت تساعديها بمبلغ، لو هي مثلا غير قادره ومعاش المال انت ممكن احنا نساعدها مثلا تجمع ستات مع بعضهم، ربى بيوت مع بعضهم، انا اقول لصاحبتي انت تقولي لصاحبتك نجمع لها مبلغ هندهولها، تبدا بحاجات بسيطه تعملها في البيت عندها، ومن معارفنا نبتدي ننشر لها على صفحاتنا، الناس هتعرفها، هتبتدي تدخل دخل، هتبقى مستريحه نفسيا وماديا. صحيح. ولو ارتاحت نفسيا وماديا هتبقى حاجه تانية. هيبقى خلاص ست سعيده هتخرج لنا اجيال سويه. حضرتك بقى حاج محمد هنا انا كنت بعد اذن حضرتك عايزك تكلمني عن التكافل الاجتماعي بالنسبه للريف عندنا. عندنا حتى في المنوفيه احنا كده كفلاحين اراضي زراعيه وعندنا منتجات الالبان والحاجات دي كلها، فاحنا اعتقد ان احنا كريف متوفر عندنا ازاي الست المعيله دي تعيش مستوره ازاي بقى؟ اشرح ليه. احنا يعني من قديم الزمن واحنا عايشين في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده. تمام. احنا كان كارياف احنا جوانا الخير، يعني والدي ووالدتي وجدي وجدي كانوا زمان بيعملوا الحاجه ديت، بقى بالعكس بقى اليومين دول احنا بنعمل ايه بقى؟ بنيجي مثلا زي ما الاستاذه كوثر قبضت وقالت احنا بنوفر مبلغ من المال لهم على اساس انها تبدا بمشروع، ده زي ما يعتبرش قرض ولا حاجه، بس هي بتاخده بنقول لها سنه او اتنين تعملي توقف على رجليكي وغيرك بيجي ياخده. انت فاهماني؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه مثلا في مواسم الزرع احنا بنودي لهم برضو حاجات بعفه برضو بطريقه جميله. يعني مش هم اللي بيشتغلوا في مواسم المزارع دي؟ يعني مش هم اللي بنعمل لهم اعمال يوميه وبتبقى يوميات للمراه وانها تقدر انها تدخل رزق في بيتها وكده. مظبوط. تمام. ونحاول برضو بنزود الدخل بتاعهم برضو بطريقه جميله، يعني بنديهم حاجات برضو بطريقه انها برضو ما نجرحهاش. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا بالنسبه برضو زي ما قلت لحضرتك برضو جمعيه الغارمين دي طبعا بيجي لها فلوس كويسه من التبرعات. الاهالي بالمزاج، ما فيش حاجه غصب عن حد. الناس عندنا في عرب الرمل، قريه عرب الرمل قريه ممتازه، يعني بتمتاز كل الكرة جميله، بس احنا عندنا البلد يعني بتمتاز باشياء جميله جدا. احنا عندنا رمضان ديت في شهر رمضان ورشه عمل بالنسبه للغارمين والغارمات، بالنسبه للايتام والارامل والمطلقات، يعني تحس ان هم عايشين احسن من اي حد. توفير فرص العمل ليهم. فرص العمل عندنا زي ما الدكتوره قالت، احنا عندنا بنفتح بالنسبه لاي مشغل بنفتح لهم مثلا يدوا مبلغ يجيبوا مثلا في التجاره، يشتغلوا في التجاره. بنسوق لهم حاجات، احنا بنساعدهم برضو ان احنا نسوق لهم برضو زي ما قالت برضو على صفحات الفيس والحاجات دي، يعني احنا ما بنأخرش على اي حد فيهم. تمام. استاذه كوثر لو اتكلمنا عن دور المجلس القومي للمراه عندنا في المنوفيه بالنسبه للمراه المعيله او عامه المراه، ايه دورهم؟ تتذكر لهم ايه؟ لا هم برضو قايمين بدور كبير، بيعملوا حاجات كتير وبيعملوا حملات كتير. بالنسبه للغارمين والغارمات، يعني انا بوجه كلمه من منبر حضرتك من هنا، انا بناشد كل سيده بتروح وتكتب على نفسها وصولات وحاجات عشان تجهز بنتها حاجات بدل الحاجه اتنين وتلاته واربعه. احنا عايزين نعتدل في كل شيء. لما تيجي تجهزي بنتك جهزيها الجهاز اللي تستعمله. تمام. مش الجهاز اللي بتبقي حطاه مش النيش المتعارف عليه القديم عندنا في بيوتنا كلنا. أيوان. ده اللي ما بنستعملوش اصلا. لو رحتي السجون وشفتي الغارمات هتلاقي اكترتهم سيدات فضلوات. تمام. بس هي عايزه تجهز بنتها، كتبت جابت حاجات بالقسط، كتبت على نفسها شيكات ووصولات، ما قدرتش تسد، اضطرت يتحجز عليها وتتسجن. طب ليه؟
ما احنا برضو عندنا عادات وحاجات عايزين نبتدي بعد كده في الايام اللي جايه هنعمل ندوات وحاجات يعني توعيه كده وتوعيه للستات وربات البيوت وعاده مش من ربات البيوت بس. والله انت عايزه تعملي توعيه للبيئه نفسها للمجتمع نفسه. لا استعمل يا جماعه الحاجه اللي انا عايزاها ما اجيبش حاجه اركنها ومش هستعملها. صحيح. فلوس ومركونه. ايوه طب ليه؟ غير مستفاد بيها. غير مستفاد بيها. بيخلي الام تيجي على نفسها عشان بنتها تبقى زي بنت اختها زي بنبص بنت لبعض. أيوة. هنا بقى ودي جابت ودي ما جابتش. فانت لو عند ابتدينا ننشر الثقافه ديت اكيد كتير من الغريمات دولت مش هيخشوا السجون. أكيد. هيبقى عندها وعي ان هي بتجهز بنتها للاشياء اللي هي هتحتاجها فقط. وده دورك بقى، ده دور حضرتك في الحزب يعني دي حاجات احنا لسه هنشتغل عليها الايام اللي جايه. يعني الايام اللي جايه ان شاء الله هنبتدي نعمل ندوات، مش ندوات بس عن الغريمات، وكمان ندوات بالنسبه احنا دلوقتي مشكلتنا برضو تحديد النسل. احنا برضو عايزين نرجع تاني ونقول اعلانات تصحصح الناس زي زمان. ان في احنا بقينا عندنا فجوه في السكان فظيعه. ليه انا يبقى عندي طفل واثنين وثلاثه؟ طب ما انا يبقى عندي طفل قادره يبقى عندي اثنين. ما هو اللي بيربي طفل غير اللي بيربي اثنين غير اللي بيربي ثلاثه. طبعا تعليم وصحه وانفاق كل شيء. انا هنتبه له، انا هخليه طفل سوي، هخليه طالع مش محتاج شيء، هعلمه تعليم كويس. يعني اللي انا هعمله له حتى صحتي وانا بربي غير اثنين غير ما بربي يعني اربعه. احنا عندنا مفاهيم وحاجات كتير جدا محتاجين نثقف بيها الام، تثقف بيها بنتها. دورك بقى يا حاج محمد في بالنسبه للريف. عندنا انتوا بقى تقعدوا قعدات كده جلسات عربيه وحاجات زي كده، ودور التوعيه بقى الدور التوعوي بتاعكم اللي انتوا بتنشروه بين الريف وبين الاهالي على اساس ان الناس تقدر انها تتحرك زي ما هي في الحزب. الاستاذه كوثر حضرتك في الدور الريفي هنا ايه راي حضرتك؟ هو في الفتره الاخيره دي ظهرت ظاهره مش كويسه عندنا بالنسبه للقريه، بنوك رجال الاعمال في اوسنا اتجهت الغارمات للموضوع ده زي ما الاستاذه كوثر قالت، وناس كتير منهم دخل السجون، بس احنا الحمد لله يعني بنفتش ورا الناس ديت بطريقه كويسه ونتحسس الموضوع وبنروح نسدد لهم. بس في حاجه بقى ايه مهمه جدا يعني ايه هي اللي بتخلي الانسان يروح الموضوع ده. طبعا النهارده كل انسان بيعيش على قده، يعني انا النهارده معلش انا هاكل هعمل وجبه على قد مثلا اثنين او ثلاثه، ما اعملش على قد خمسه. هم النهارده ما فيش تركيز. كل انسانه بتبص لغيرها. يعني احنا كان في عندنا من حوالي 3 اسابيع انا عشت الحاله دي بنفسي. ست كانت بتجهز لبنتها اتضح انها جابت 3 ثلاجات، يعني انا جبت واحده منهم. 3 ثلاجات. الجهاز بتاعها هو طالع. يعني احنا نتمنى ان احنا نفرح ان هي عيله يتيمه، بس مش بالطريقه دي. يعني احنا مش بالطريقه دي. انا مثلا ايه هي المشكله في حاجه واحده، ان انا مثلا ايه بدي وغيري بيدي وغيري بيدي. المفروض احنا كلنا نصب في مكان واحد في نقطه واحده ونبقى عارفين مين اللي بياخد مين اللي ما بياخدش. فدي بقى دي مشكله كبيره. انا لما بنقعد برضو بنقعد كـ7 أو 8 رجاله مع بعضنا متواصلين مع بعض، كل واحد ماسك المنطقه بتاعته بيبقى عارف دي مين ودي مين ودي مين. طيب يا فلان انت وديت لفلان طيب انت معاك فلان بيبقى في حته يعني تنظيم وتواصل بيننا وتواصل بيننا وبين بعضنا المساله اكتر. هرجع لك ثاني يا استاذه كوثر واقول لك بقى انت شايفه القادم ليكي في الحزب او ايه اللي انتوا بتقدموه. زي ما احنا كنا بنتكلم على حمله سند. هو احنا دلوقتي في مبادره في الحزب اسمها مبادره السند دي على مستوى الجمهوريه بالنسبه لامانه المراه. تمام. بتكليف من النائب احمد بهاء شلبي امين الحزب والدكتوره رندا مصطفى امينه المراه بالمركزيه. المبادره عباره عن المراه المعيله اللي عندها اي قضيه في المحكمه. احنا عندنا المحامين بنوفر لها المحامين في الحزب بيرفعوا لها القضايا بدون اي اتعاب.
تمام. هي بس مجرد بتدفع مصاريف او الرسوم البسيطه بتاعت المحكمه. انا بشكر حضرتك جدا على تواجدك معايا النهارده استاذه كوثر زيناتي، امين مساعد المراه في حزب حماة وطن، والحاج محمد الشحري مفوض عن الاهالي في وسنا وشبين الكوم. نورت معانا يا فندم النهارده، شرفتني يا جماعه النهارده في الحلقه، ومتشكره جدا، والى اللقاء في حلقه جديده يوم الاثنين القادم الساعه 12 مع احلى كلام.